السلام عليكم، انا الشيف شكر وهعمل معاكم النهارده نوع بطاطس جميل قوي، نوع بطاطس فرنساوي هيعجبكم جدا. او شايفين شكله وطعمه احلى من شكله زي ما بنقول، وان شاء الله ما تجربوه، ده هيبقى اساسي في الاكل بتاعكم باذن الله. شايفين السوا بتاعها من تحت مظبوط جدا وشكلها جميل، وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي 3 بطاطسات متقشرين ومتقطعين سلايس حلقات، يعني مش بالحجم ده، وعندي ملح وعندي فلفل اسود ومعلقتين زيت، وعندي الصينيه اللي هدخلهم فيها الفرن. الصينيه دي تبقى مدهونه زيت علشان البطاطس ما تلزقش في الصينيه. هنعمل ايه؟ هرص فيها البطاطس اللي احنا مقطعينها بالشكل ده اهو، بالشكل ده اهو، هرص البطاطس بالشكل ده ليه؟ علشان ما تاخدش مكان كبير، مش لحاجة معينة يعني اهوت. ونديها ملح وفلفل على الوش زي ما انتوا شايفين اهو، ملح والفلفل. وبعدين عايز اقول لك على نصيحة، حاجة فيها بطاطس مجرد انك تسمعي اسم بطاطس لازم يرتبط بيه على طول جوز الطيب او بلح الطيب زي ما بتقولوا عليه، ده مرتبط بالبطاطس. اي حاجة فيها بطاطس حط منه، بيدي طعم مع البطاطس جميل جدا جدا. حطيت الملح والفلفل بتاعنا، وحطيت عليهم معلقة الزيت او خط رفيع كده زي ما دهنتهم، كأني دهنتهم كلهم بالزيت يعني، ويدخل الفرن على فرن عالي اهو، وهسيب الفرن شغال لان هشتغل فيه بعد كده. هندخل بطاطس الفرن ونعمل اللحمة بتاعتنا. اللحمة بتاعتنا ديت بصلاية وفلفلتين وطماطماية، وعندي لحمة متعصجة او نية، انا اللي كانت عندي متعصجة، انت عندك نية ماشي متعصجة ماشي. وعندي كمون وكزبرة وفلفل اسود وملح ومعلقتين الزيت اللي هشتغل بيهم. عندي الطاسة اهيت على النار، حطيت فيها معلقتين الزيت، انا بحب اشتغل بالزيت ما بيغيرش من طعم الاكل اللي انا بشتغل فيه، يعني ان انا اطبخ حاجة بسمنة بلدي ريحة السمنة البلدي تبقى ظاهرة مع الاكل، دي حاجة يعني لناس كتيرة كويس، انا بالنسبة لي مش ما بحبهاش يعني، بحب الاكل يظهر بشخصيته هو كده يعني، والزيت ما بيأثرش، والمادة الدهنية اللي بشتغل بيها اهو. حطيت الزيت سخن وعليه البصلاية المتقطعة، وهبدأ ان انا اقلب فيها على النار لحد ما البصلاية تطرى، لحد ما البصلاية تطرى تطرى يعني، ما تقرمش، ما تبقاش لو اتكيت عليها بالمعلقه تلاقيها طريه كده، انما مش ملونه. طرت البصلايه دقيقه دقيقه ونص بالكتير، هنزل البهارات اللي عندي اللي هو كمون وكزبره وفلفل اسود وملح، وهقلب الكلام ده، وهنسيبني بقى من البصله خالص، وهستنى دلوقتي ان انا اشم ريحه البهارات اللي انا حاططها ان هي استوت. تشويحه البهارات مع السمنه او الزيت او الزبده حسب ما كل واحد بيشتغل في اول الاكل كده، بتدي ريحه وطعم جميل جدا للاكل. حطيت البهارات اهو زي ما انتم شايفين ريحته طلعت، هنزل باللحمه المتعصجه بتاعتي او النيه، دي او دي مش هتفرق في الموضوع، لو نيه طبعا هنستنى ان هي ما تستوي توصل للمرحله اللي هي بتاعت المتعصجه، ولو متعصجه بيبقى ايه تقليبتين ثلاثه على طول في البصل واشتغل بيها اهو، تقليبتين ثلاثة كده في البصل لحد ما تاخد ريحة البهارات وريحة البصلة اهو. موضوع بسيط وسهل، والأكل على فكرة عبارة عن أفكار، محدش بيخترع أكل ولا حد، هو الموضوع كله عبارة عن أفكار اهو. اتشوحت اللحمة مع البصلاية، نزلت بالفلفل، فلفلتين خضر مقطعهم، عندك فلفل ألوان اشتغلي ما بيقول مش هيقول لأ يعني اهوت. وهنقلبهم مع بعض برضو لحد ما الفلفلاية تطر، الفلفلاية طرت نزلت بالطماطمية اللي عندي، طماطمية جامدة مش مستوية عشان مش عايز مية، جامدة متقطعة صغير، ونزلت عليهم بيها
وهقلبهم مع بعض واسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض على النار لحد ما تنشف في المية خالص. اهو قلبناهم كويس، المية نشفت خالص زي ما انتم شايفين. يبقى كده انا عندي البطاطس في الفرن، وانا عملت الحشو بتاع البطاطس اهوت زي ما انتم شايفينه اهي. شوفوا نشف ازاي وخد وده كله مع بعضه وكله شارب من بعضه كده، بيبقى له طعم. وهسيبها بره تبرد. يبقى عند البطاطس خلصت واللحمة خلصت، هنعمل الصوص اللي هنشتغل بيه اهوت. ادي معلقة سمنة وعليها كمان نص معلقة على النار يسيحوا خالص اهوت. هنزل عليهم فصين توم مهروسين وحمرهم في السمنة. انا مش هحمرهم، بمعنى احمرهم ان انا اشم ريحة التوم بس، ريحة التوم تطلع. حتى التوم مش مدقوق، يعني مش مفروم جامد، متقطع اهوت. اشم ريحة التوم، ريحة التوم طلعت، هبدأ ان انا اكمل شغل. هعمل ايه بقى بعد ما التوم ريحته تطلع؟ هنزل بمعلقة دقيق اهوت، وادي كمان نص معلقة، يبقى معلقة ونص سمنة ومعلقة ونص دقيق وفصين التوم، وهقلب. عايز يبقى بعد ما يختلطوا ببعض يبقوا بالشكل ده، بالطراوة دي، بالطراوة دي، سايب كده مش عايز يربط زي ما بنعمل البشاميل اهو. وهسيبه على النار لحد ما وده مكعب مكعب مرقة كمان معاهم اهوت، وهدوه فيهم واسيبهم على النار لحد ما الدقيق ده يستوي، ياخد، انا عايزه ياخد سنة صفرة خفيفة كده عشان يبقى له طعم، عشان يبقى له طعم. شايفين بيغلي ازاي على النار، وبقلب طبعا فيه على طول اهوت. كل ده، كل ده بيدي طعم، كل ده بيدي طعم. طب ليه انت ما اشتغلتش بالزيت في الزيت ما بيحمرش الدقيق على فكرة، عشان تبقوا عارفين انا بشتغل بالسمنة في الحاجات اللي زي كده، او الزبدة. الزيت ما بيحمرش الدقيق اهوت. غلا، نزلت عليهم بكوبايتين لبن، كوبايتين لبن، كوبايتين شاي اللي هو يعني العيار بتاعهم، كوبايتين شاي مليانين لبن عليهم، وبنقلب لحد ما يربط الصوص بتاعنا اهو. طيب البطاطس خرجت من الفرن اهيت، هنسيبها تبرد ونشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. استوت من غير ما تلون، اللي هو نص سوا، يعني انها تكمل لسه سوا بعدين اهوت. ادي البطاطس وادي اللحمة والبشاميل اللي بتاعنا عملناه، حطينه بره يبرد برضو. هبدأ ان انا اخد البطاطس ديت وارصها ارضية في الصينية بتاعتي، ارضية في الصينية بتاعتي، اغطي الارضية بتاعتها كلها اهو زي ما انتم شايفين كده. واللحمة اللي عندي اهيت، هفضيها فوق الارضية ديت، أرضية البطاطس، وهوزعها عليه. هسويها على البطاطس. خدوا بالكم دايما وانتوا بتستعملوا الملح، لان احنا حطينا ملح على البطاطس وهي داخله الفرن، وحطينا ملح على اللحمه، يعني في كل مرحله بنحط فيها لحم ملح. فخدوا بالكم دايما ايدك تبقى خفيفه في الملح. فردت اللحمه على وش البطاطس اهوت بالشكل ده، وابدا ان انا ادي البشاميل اللي انا عامله، وابدا ان انا افرده على البطاطس. النوع ده في ناس بتاكله برز، بس هو احسن حاجه له العيش، بالعيش بيبقى جميل جدا جدا جدا. وطبعا الناس اذواق في اكلها، بس انا بقول اللي حاصل يعني.
حطيت البشاميل، قوم ظهر المعلقة كده بساوي السطح وشها عشان يبقى كلها وشه مية واحدة اهوت كده، تمام خلاص. عندي شوية جبنة موزاريلا، رومي، شيدر، أي نوع جبنة عندك مبشورة هيترش على الوش. ما عندكيش جبنة خلاص ما حصلش حاجة، على الفرن على طول، على الشبكة اللي في النص على أعلى درجة عندك يستوي. لقيت إن ما خدش وش حطي تحت الشواية دي دقيقتين هيحمر على طول أهو زي ما أنتوا شايفينه، شكله جميل جدا أهو لسه خارج من الفرن. الزيوت اللي منزلها الجبنة بتبقى لسه في الصينية، نوع جميل جدا وطعمه جميل، وإن شاء الله تجربوه وهيعجبكم، لأن هو فعلا خفيف في الأكل. البطاطس مستوية، مفيش فيها كم دهون عالي يعني إن هو ممكن يضايقك. هنكسرها ونشوف إيه الدنيا فيها، إيه من جوه، شكلها إيه وعاملة إيه. شوفوا الشكل طلع زي الفل والله، وطعمها مش عايز اقول لكم على طعمها، طعمها جميل فعلا. بشاميل سايح زي، مش ماسك، خدي بالك من النقطة دي، مش ماسك زي المكرونة البشاميل، لا سايح زي الصوص، بس بطاطس مستوية واللحمة طبعا اوريدي مستوية مع البهارات بتاعتها، شايف السوا بتاع البطاطس من تحت مظبوط ازاي، والبشاميل زي بقول لك سايح، جميلة جدا جدا جدا، ونوع بسيط بنعدي بيه اليوم. شوف شكله زي ما قلت، البشاميل اللي بيبقى سايح بيبقى جميل قوي، شكله جميل فعلا، ويستاهل انكم تجربوه. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.